السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناتي ديالي. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم دي زايت نوين اون فنش تيش فون ان هايت فيا سي هورن سي داس كيش بريش ان زفاي بي نوخ اين مار ويلشا فوشريغا هورن سي كرويتسن سي ان. قالوا لنا سمعوا المحادثة اللي كاينة في زفاي بي مرة اخرى، شنو هما الاقتراحات؟ فاش لي قال هي الاقتراحات كتسمعوا داو اليوم علامه تو اس فير هور اند سكيش بريش دراي اون فيرت سيش اون تانا فير كرويتسن سوزان. هايدا، Mittagspause. Kommen Sie mit in die Kantine? Ja, gerne. Eine Sekunde noch, ja? Sie schauen so ernst. Gibt's ein Problem? Nein. Ja, vielleicht ein kleines Problem. Ich habe keine Waschmaschine. Also, mein Apartment ist sehr klein. Da ist kein Platz für eine Waschmaschine. Und ich muss doch waschen. Und warum bringen Sie die Wäsche nicht in die Wäscherei? Ja, viel zu teuer. Dann gehen Sie doch in einen Waschsalon. Gute Idee. Kennen Sie vielleicht einen Waschsalon hier in Bonn? Nein, leider nicht. Aber schauen Sie doch im Internet nach. Das können wir gleich machen. Geben Sie doch mal Waschsalon plus Bonn ein. Jetzt? Sie wollen doch in die Kantine gehen. Ja, gleich. Versuchen wir das doch mal. Mhm. Zeigen Sie mal. Ah, hier ist was. Schauen Sie mal hier. Café Waschsalon. Das ist doch ein Plan. Toll, der ist direkt im Zentrum, nur 5 Minuten von hier. Klicken Sie doch mal auf Home, bitte. Schauen Sie mal, da haben Sie alle Informationen. Mhm. Inhaberin Mara Langer, Josefstraße 135. Josefstraße? Ah, die kenne ich. Ja, super. Da kann man ja auch kopieren, Mails schicken, Kaffee trinken und es gibt auch Kulturveranstaltungen. Na also, dann haben Sie ja schon eine Lösung. Ja, toll, vielen Dank. Das war wirklich ein kleines Problem. Aber jetzt habe ich ein großes Problem. Ja? Hunger! Und die Kantine macht gleich zu. Ja, gehen wir schnell. Eins. Gehen Sie doch in einen Waschsalon. يعني قالت لي سير كتأمرو أنه يمشي المغسلة ديال الملابس. شاون زي دوخ إم إنترنت ناخ. قالت لي ناخ شاون هي بحث ولا شوف في الإنترنت مرة أخرى. جيبن زي دوخ ما فيشاغاي أين. جيبن زي دوخ ما فيشاغاي أين يعني غادي يكتب فيشاغاي في الغوشيرش فنزوخن في داس دوخ ما نحاولو مرة أخرى. فنف جين في انس غستورانت هيا بنا للمطعم. أزو باي فوشليغن يعني اقتراحات في فنديت مان هوفيش دي مودال بارتيكن في اقتراحات كيستعمل ما هاد مودال بارتيكن اللي هي دوخ كاينه مال كاينه دوخ مال اون دوخ اون دين فوشراغ مال اقتراح ديال مال ماخت ان فرويندليش يعني ملي كنستعملو في اقتراحات كندخلو في الجمله مال او دوخ كتكون فرويندليش زوم بايشبيل جين زي او دا جين فيا دوخ ان سكينو. يلا نمشيو للمسرح. قبل ما نكملو ما تنساوش ديرو معاكم لايك او بارطاجي مع الاصدقاء ديالكم ويلا نكملو. دراي غراماتيك كومباكت امبيراتيف زيت ميت زي اند فيا. قواعد كومباكت امبيراتيف زيت اللي هي جمله امريه مع زي اند فيا اللي مستعمله مع زي اند فيا. شاون زي دي زيت ان زواي زي ان. غادي نشوفو الجمل اللي عندنا في زواي زي ان. اس اس ريشتيش A oder B, ich nenne es hier A oder B, kreuzen Sie an der einen. Zum Beispiel 1. In formellen Situationen gebraucht man in Imperativ sitzen. يعني في الحالات الرسمية يستعمل ما في الجملة الأمرية wir oder sie, natürlich sie. 2. Sie wollen zusammen mit anderen etwas tun. Sie wollen zusammen mit anderen etwas tun, dann gebrauchen sie auch was wir. Zum Beispiel versuchen wir das doch mal.
يعني هي وياه باغيين يشوفوا شي حاجه ولا تعاونوا. دونك قالت لي فازوخن في داس توخ مع ازو. عندنا دراي داس فيرب شتيت اوف بوزيسيون اينز، يعني فيرب كيكون عندنا في بوزيسيون اينز. زي اون في شتيت اوف بوزيسيون 2 كيجيو عندنا في بوزيسيون 2. جيبن زي شاون زي اون جين فيا في باي فيربن ميت خنبارن فور زيربن، يعني مع الافعال اللي يكون قابل للانفصال. شتيت دي فور زيرب ام ذاتس ان ذا اوف بوزيسيون 2، هذاك الحرف اللي يكون قابل للانفصال واش كيكون عندنا ام ان ذا، اولا كنديرو في بوزيسيون 2 كيكون عندنا ام ان ذا ما كيتبدلش الطريقه ديالو. سون باي شبي هنا شاون زي دوخ ام انترنت ناخ جيبن زي دوخ مع في شغاي اين، هادو عندنا اين جيبن ناخ شاون اللي هما تخنبارن فور زيبن. في ام فاسارون اللايتونجن اند فوشليجه، في مغسلة الملابس اللايتونجن اللي هي التعليمات اند فوشليجه اقتراحات. ا اودننزي دي اللايتونجن دين بيردن سو غنرتبو تعليمات على الصور اللي عندنا. ستارت دروكن الضغط على ستارت دي فاشا ماشين تو شليسن نسدو الباب تاع ماكينة. داس فاش بروغرام فيلن نختارو بروغرام ديال الغسيل. دي فيش ان دي فاش ماشين فيلن نملؤو الغسيل في المغسلة. ام كاسن اوتوماتن بتسالن نمشيو نخلصو في الكاس اوتومات. فوتو اينز دي فيش ان دي فاش ماشين فيلن كيدخل حوايج في ماكينة. سواي دي واش ماشين تو شليسن يسد الماكينة. داس واش بروغرام فيرن كيختار في بروغرام، فيرن هو اختيار. ام كاسن اوتوماتن بيتسارن كيخرص. اون داناخ ستار دروكن ايوالك على ستار. بي ماكس است ام واش سارون، ماكس كاين في واش سارون المغسلة ديال الملابس. دي إنا هابارين، دي إنا هابارين اللي هي مالكة اللي سميتها فخاو نانكا انفورميرت إن كتعطيه معلومات. فورميرين زي فور فخاو لينكا اللايتونغن ميت زي، يعني غنقولو الاقتراحات اللي كتقول لي هي من واحد حتى الفنف من اينز فون اينز بيس فنف بي فورمير ديال امبيراتيف زيتس جملة الأمرية استعملو زي. Zuerst so عندنا füllen Sie die Wäsche in die Waschmaschine. Verb füllen استعملنا مع Sie. Füllen Sie die Wäsche in die Waschmaschine. 2. Schließen Sie die Waschmaschine zu. 3. Wählen Sie das Waschprogramm. Bezahlen Sie am Kassenautomaten. 5 دروكن زي ستارت. حنا انا ولا حنا سوزامن دابا استعملنا لي فيرب اللي عندنا ديجا في في ا بحال شليسن فيرن بتسارن دروكن ان فيرن استعملتهم مع زي في امبيراتيف زي في الجمله الاوليه. داكشي عندنا هنا شليسن زي فيرن زي فيرن زي بتسالن زي اون دركن زي. 5 جين في دوخ مال انس كينو، يلا نمشيو للمسرح يلا نمشيو للكينو. زي زيتسن ميت اينم فرويند، زي زيتسن يعني انتم ولا انتي كتجلسي مع صديق ديالك، هنا كيهضروا معنا بصيغه ديال الاحترام. اولا اينم فرويندين صديق ولا صديقه. ام فاشا سارون انتم جالسين في مغسلة ديال الملابس. زي فولن ابن زوزامن اتفاس ماخن، زي فولن ابن زوزامن اتفاس ماخن، انتم تريدون في المساء مع بعض فعل شيء، يعني بغيتو ديروا شي حاجه. فورمولين زي فوش ليغ، غتكونوا هاد الاقتراحات اللي عندنا هنا. بنوتسن زي اوخ، غادي تستعملوا ايضا دوخ
مار ودا دوخ مار، يعني غادي نستعملو إما دوخ ودا مار ولا في جملة دوخ مار. عندنا إنسكين وجين مشيو المسرح، إسن جين مشيو تاكلو، سوزامن كوخن طبخو مجموعين، سوزامن فانزين نشاهدو التلفازة مع بعض، إن أين كونسيرت جين مشيو شي حفلة، تخفن نتراقو، ميوزيك هورن سمعو موسيقى، تانسن جين مشيو رقص. بس ماخن فير هويتا أبن، ماذا سنفعل اليوم في المساء؟ جين فير دوخ إنسكينو نمشيو المسرح. اخ ناين جين فير دوخ تانسن. اخ ناين او لا جين فير دوخ تانسن، واش نمشيو من احسن مثلا الرقص؟ داس اس اينه جوت ايدي، داس اس اينه جوت ايدي، هذه فكره رائعه. انا غنكتب واحد البايشبيل ونرجع نقراه لكم. ارزو was machen wir heute abend ich nun die lyon fe lechia kochen wir mal zusammen und tabkhou ma badiatna ja das ist eine gute idee hadi fikra jayida wala nqadou nqoulou oda nein gehen wir doch in eine konzert la min ahsan an nmshiou shi konzert das ist ja eine gute Idee. Das ist ja eine gute Idee. يعني هذه فكرة جيدة. هنا كانت نهاية الحلقة ديال اليوم. كنتمنى الشرح ديالي يكون perfect for euch. تلقاو إن شاء الله في صفحة جديدة. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وحتى لي لايك وحتى لي